أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيطان خطيب أهل النار. في الحلقة السابقة تحدثنا عن القادة والزعماء اللي كان والدي يسميهم ذو عماء، يعني ألبوم معمي، الذين يتسلطون على الناس، وخصامهم مع الأتباع، الناس اللي بتتبعهم في الباطل وتجعلهم آلهة يعني مطاعين ويتركون طاعة الله، يتخصمون في النار، كل واحد يقول له أنت السبب أنت السبب. والشيطان الحقيقي وراء كل ذلك اللي هو مسبب هذه الأمور كلها هو إبليس، الشيطان الجني. فالشيطان الجني يقف خطيب معهم في نار جهنم وهم يتلاوموا وكذا، وانت الضعفاء لولا انتم لكنا مؤمنين ولا اخرين. الشيطان بقى يخطب فيهم جماعته، هذول انصاره جنوده وجنود ابليس. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الامر، يعني انتهت الامور والحساب انتهى، صار اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار. لمن يقول هذا الكلام؟ لاهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغيثكم، ما بستطيع أخلصكم، وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني به من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها إلى آخر الآية. إذن الشيطان هو رأس اللعبة الذي نبهنا ربنا إليه منذ أن خلق آدم، وعطى آدم درسا عمليا أن الشيطان عدو له، إن الشيطان عدو لكم اتخذوه عدوا. وهنا يقف الشيطان بكل صراحة ويعترف ويبين أنهم أنذال إن اتبعوه فيما قال، أنهم لا عقل لهم عندما صدقوا الكذب وتركوا تصديق الحق الذي جاءهم من عند الله على لسان الرسول. طيب، ما هي فائدة خطاب الشيطان له زيادة في التعذيب المعنوي؟ إخواني، الإنسان له نفس، وهذه النفس سماها الله أمارة بالسوء لأن الشيطان بيشتغل فيها. أما تسمعون من الأطباء أن فلان عنده مرض نفسي، مصاب بالاكتئاب، مزعوج من كل شيء، ينفر، يهرب من الناس، كل شيء بتألم منه، وهذا نوع من أنواع الألم النفسي. فزيادة في الألم الجسدي الذي يكون للإنسان عن طريق الإحراق في جهنم، حيث يحترق الجلد والعظم واللحم، والخلايا العصبية تنقل هذه الآلام الذي في كل ألم منها يصلح للموت ولكن لا يموت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. انتبهوا أيها الغافلون عن الله، إذا كنتم تطيعون المخلوق خوفا منه فالله أعظم وأجل وأكثر خوفا منكم من الله، يعني أكثركم ينبغي أن يخافوا الله أكثر من خوفكم من المخلوق. الشيطان يزيد عليهم ألمهم النفسي فيقول لهم:
إن الله وعدكم وعد الحق، وعد الصدق، على طريق على لسان رسوله وعلى لسان الدعاة بعد رسوله وعلى بيان الكتب السماوية التي أنزلها لكم، وبين لكم أن في اتباع الرسل واتباع الحق النجاة والسلامة، وكان وعده حقا صحيح ثبت بالأدلة والمعجزات. ما أرسل الله رسولا إلا أيده بالمعجزات، يعني بأشياء يعجز عنها البشر حتى يعلموا أن هذا من رب البشر هو الذي أرسل هذا الرسول، ما عم يكذب عليهم. مثل الدجالين اللي يصير واحد منه خليفة، خليفة الأمريكا وخليفة كذابين دجالين، اللي يصير خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع طريق النبي عليه الصلاة والسلام، مو بقتل المؤمنين وبترك الكافرين. ووعدتكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، كذبت عليكم. إذن الشيطان يعترف أنه وعدهم وعدا باطل، وعدا كذب، كما قال تعالى عن إبليس: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سول النفس الأمارة بالسوء أنه إذا عمل هذه الشهوة وقضاها بينبسط، انبسط شوي، من صاب بمرض والعياذ بالله تعالى خبيث تعرفونه ويعرفه الأطباء، أو حط الأخضر واليابس من أبواله لينجو ولا ينجو، وقد ينتقل إلى ذريته والعياذ بالله تعالى. الشيطان صور له الذنب بسيط، كذب عليه الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى أعطانا درس من أبينا آدم عندما عصى ربه فغوى. وعصى ربه مو مثلنا نحن ننسى أقرأ سوى مصالحنا أهواءنا وشهواتنا ولا نضبطها على حدود الله، مثل إذا السيارة بمقود يمشي على الطريق، ما بنزل في الوادي ولو عني مجنون إذا عن قصد نزل. فسيدنا آدم جاء إبليس وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، ما تصوروا واحد يكذب على الله على كل معصية. فانتبهوا يا ذرية آدم. وبعد ذرية آدم جاءت الرسل فبينت لكم الحق المنزل من عند الله، كذبتموه وما صدقتموني، هكذا الشيطان يقول له. وما كان لي عليكم من سلطان، لا في حجة في أن تطيعوني ولا في قوة أجبرتكم فيها على طاعتي. لو سلم حمل السلاح إنسان على إنسان وقال له يا بدي أقتلك يا بتشتم النبي، أو عذبوا عذاب ما استطاع أن يطيقه وشتم الرسول وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يعذبه الله لأنه يبقى مؤمنا، هذا ما يخرج من الإيمان. ولكن إذا قالوا له الجمع مسكر قال أنا مستقيل هم، هو ما بدي صلي، بس قالوا الجمع مسكر قال له أنا مسكر بطلت الصلي. طيب صلي من غير جمع يا أخي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كذاب ما بدي صلي. فواحد ما بده يطيع الله يجي بقول لك والله احرجوني. ليش تحرجوا خيو؟ وين حريتك انت؟ وين ارادتك؟ وين عبوديتك لله؟ هل عرفت الله خالق الكائنات وانه جبار الارض والسماوات؟ فاطعت جبارا عنيدا من المتجبرين في الارض من السفكه يسفكون دماء الناس. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني ولوموا أنفسكم. في قصة رمزية مرة من المرات ذكرتها في أحد دروسي من يمكن 40-50 سنة، وقد أكون ذكرتها مرة أخرى. القصة رمزية طبعا نبين فيها أن بعض الناس ماشيين وراء إبليس ابدا من غير لا يفكروا ولا شيء، مثل حتى من غير ما يأمر اذا اشار اشاره بنفسه. وفي ناس بيتعب معهم ابليس، حاول يكفرهم ما بكفروا، يكتفي منهم بان يقعوا ببعض الذنوب، تم بحيص بحيص حتى يقعوا بمعصيه، بركي بتزل قدمه في المعصيه بروحوا لغيره بروحوا لجهنم، واذا بهم يتوبون ويرجعون لله. ففي اشخاص بسرعة بنقاده، في أشخاص بتعب معه الإبليس. هذه القصة رمزية، يقال أن أحد الناس رأى إبليس وبيده
أرسنة جمع رسن، العقال اللي بيعقلوا فيه الحيوان شدوه، الغنم إذا حطت له برقبته رسن شدها، البعير إذا حطت له برقبته رسن شدوه، تاخذوا هكذا تاخذوا هكذا جلسوت أو موت شدوا له رسن بيمشي. فشاهد إبليس معه عقالات بعير يعني أرسنة، فقال له إبليس أنت بتحتاج ده حبل تشد وكذا وأرسنة حتى تشد الناس دخلت لجهنم. قال له إبليس تعال فجاء، قال له اذهب فذهب، تعال جاء، روح لهناك راح. قال له أنت ما تحتاج ده رسالة نفذ مهر شيء. هو سأل سؤال بدل ما يستفهم، سمع من إبليس ماذا يريد ونفذ، هذا ما بحتاج درسنا. في أناس يا إخواني ما بيتعب معه الإبليس، ليقدين وراء متسول له نفس الأمارة بالسوء، إنه إذا عمل هكذا بلتز كيف بلتشت وغطش من هالبنك كذا، بسب الله بعمل أشياء فاسدة برضى عنه. الإله المتسلط الطاغية من الحكام العسكريين أو من الدكتاتوريين، فيتباهى بالكفر ويتفنن بالكفر ظنا منه أنه يتقرب لربه. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما بشوف إلا جاء الموت أو جت رصاصة وقد تكون طائشة من جماعته، فطس ضيع الدنيا وراح لجهنم، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما فكر هذا، ما بيعرف. ولذلك إبليس قال لهم ما كان لي عليكم من سلطان، ما أجبرتكم، من تلقاء نفسكم زينت لكم أنه كذا أنه هكذا تكون لذتكم، هيك تنبسطوا هكذا طمأنيتوا وصدقتموني، ولم تصدقوا ما أنزل الله على رسوله فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. اللوم ينبغي أن يكون لكم، لوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، المصرخ المغيث، نحن كلياتنا في النار، يقول لهم إبليس لا أستطيع أن أغيثكم فأنقذكم من النار، وما أنتم بمصرخية، أنتم لا تستطيعون أن تغيثوني من النار، إني كفرت بما أشركتموني به من قبل. من قبل يعني في الحياة الدنيا، حياة الدنيا هي دار ابتلاء والاختبار، هل يطيع الإنسان ربه ويطيع المخلوق، فالشيطان بتبرى منه. إني كفرت بما أشركتموني بجعلكم إياي شريكا لله في الطاعة والعبادة، إني كفرت بجعلكم إيه؟ كفرت بما أشركتموني به من قبل في الدنيا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. من هم الظالمين؟ الظالمون أو الظالمين جمع ظالم، وهو الذي ظلم نفسه بالكفر وأشرك مع الله بطاعة غيره. العاقل لا يظلم نفسه، ينظر لنفسه الطريق الصحيح، أما غير العاقل والعياذ بالله تعالى يظلم نفسه. ولذلك الجهل الحقيقي والجاهلية في العرف الإسلامي أن يجهل الإنسان ربه، فإذا عبد غير الله وأطاع غير الله وظن أنه يفلح ويحقق لذائذ وسعادة، هذا جاهل ما عرف ربه. طريق السعادة أن تأخذ طريقها والعلم بها عن طريق المختصين بها الذين في يدهم السعادة، الذي بيده سعادة الناس الحقيقية هو الله. الله خالق الكون والإنسان والحياة، هو أدرى بمصالحكم من أنفسكم أيها الناس، فإذا أمركم بأمر إنما يأمركم لمصلحتكم، هذا إن كان عندكم عقل تفكروا. أما أن تطيعوا الذي لا يملك نفعا لنفسه، هذا الطاغوت والإله المعبود من البشر بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا انحبس بوله بيقولوا له البروستات وبفتحوا له فتحات وبسووا له كذا، انحبس الغائط وربما مات مسموما وما استطاعوا أن ينقذوه،
أو بنقذوه بعد فترة بتصيبه رصاصة طائشة بموت. ما يستطيع أن يجلب الخير لنفسه، فكيف تتوقعون أن تنالوا منه خيرا؟ الخير كله وأساسه وأصله وفرعه من الله تبارك وتعالى. فلو عرفتم ربكم لأطعتم ربكم وتحررتم من العبودية إلى الأرباب الأخرى. لذلك إبليس يزيد في حرقة قلوبهم وفي عللهم النفسية وآلامهم، أقول إني كفرت بما أشركتموني به من قبل. إن الظالمين أي المشركين أنتم اللي أشركتوني مع الله لهم عذاب أليم. كلمة أليم تذكرنا بقول المفتي الذي قال لأهل النار، عشان يسويهم أهل النار معه، أن أهل النار بعد فترة من العذاب بتعودوا على النار ويلتذون بها ولا يريدون أن يخرجوا منها. كذب، هم كذبوا الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يريدوا يخرجوا ما يريدوا يخرجوا. والعذاب وصفه الله بالأليم، فالله الصادق وهو الكاذب. والحقيقة ما بكذب على الناس، الناس العقلاء يعرفون أن الطاعة لله لا لإبليس وجنود إبليس من شياطين الإنس. يكذب على نفسه وسيلقى العذاب يوم القيامة بإذنه تعالى إن لم يتب ويعود إلى الله. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى قوله تعالى إني كفرت بما أشركتموني به، يقول إني جحدت، يعني أنكرت تبرأت منكم، إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل، أنا لست شريكا له في الطاعة، أنتم هكذا كذبتم وافتريتم، أنا ما أقركم على هذا. يا عباد إبليس ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني، القائل هو الله سبحانه وتعالى، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جبلا كثيرا خلقا كثيرا، فلم تكونوا تعقلون، ما عندكم عقل تدركون أن الخالق خالق الأرض والسماوات هو الذي ينبغي أن يطاع، لا إبليس ولا جنود إبليس من شياطين الإنس والعياذ بالله تعالى. كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يكفرون بطاعتهم لا تنفعهم طاعتهم، لا المطيع ينتفع من المطاع ولا المطاع المعبود ينتفع من المطيع يوم القيامة، بل كلاهما خسروا وذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه وتعالى أيضا عن مثل هؤلاء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، الأتباع والمتبوعين، الأتباع الضعفاء والمتبوعين من شياطين الإنس أو الجن إبليس، يعني سيكفرون بعبادة بعضهم ويكونون عليهم ضدا. إن الظالمين لهم عذاب أليم مؤلم ليس كما يدعي بعض الدجالين. ثم بعد أن بين الله تبارك وتعالى وضع الكافرين بين وضع المؤمنين، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. المطيعين لإبليس ولجنود إبليس في جهنم ولهم عذاب أليم، والشيطان شياطين الإنس والجن يكفرون بعبادتهم وبطاعتهم وبشركهم. أما المؤمنون وأدخل الذين آمنوا، آمنوا إيمانا صادقا مخلصا وقالوا آمنا، مثل هذا اللي قال له اليهودي أسلم، قال له شاول أنا ما بعرف، قال له أسلمت. بعض الناس يقول أخي أنا مؤمن، أنا مآمن بالله، ولا لك كمان اليهودي مآمن بالله، مآمن الله موجود. نعم كل الناس مآمن بالله موجود، هل يعقل الكون وجد من غير خالق؟ مستحيل، ما هذا يقول هذا إلا المنحط الجاهل اللي هو حتم الحمار.
بس الميزة بين الناس المؤمن الذي يؤمن بأن الطاعة لله وحده لا شريك له ويصدق رسول الله الذي جاءه بمعجزة ودليل أنه رسول الله صدقه معناه يطيع ويطيع ما أنزل عليه. هذا المؤمن إيمان صحيح. وأدخل الذين آمنوا إذا إيمان صحيح يعملون الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ليس جنة واحدة جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها الأنهار. وجمع الأنهار جمع سواها ما هي نهر واحد في أنهار من عسل مصفى وأنهار من لبن وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر بيشربوه في الدنيا تضيع العقل وزراح واحد عقله ما بفهم شيء زم حاله كيف مبسوط ما بقى فيه هم لا ما راح الهم راح العقل. أما في الآخرة خمر الآخرة لذة للشاربين وأنهار من لبن منوعة تجري من تحت أشجار الجنة في الآخرة ومن تحت قصورها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خلود دائم لا يخرجون. أنا ذكرت مرة الإنسان عندما يكون في مكان وسينتقل منه إلى مكان آخر أو يخرج منه إلى مكان أسوأ يتنغص. أما لما يكون خالد في هذا المكان يبقى فيه على كيفه مهما رأى يختلف الأمر. كنا صغار وكان والدي يأخذنا رحمه الله إلى بعض البساتين اللي عند الصالحين بعد مقبرة الصالحين في بساتين يرحبون به أهلا وسهلا شيخي نسبح في البركة تعلمنا السباحة وإلى آخرين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الرماية والعومة يعني السباحة وركوب الخيل. نسبح ونبسط وجبنا صاحب البستان سداجي يجلس عليه وبس ما نكلفه شيء ويرحب بنا الرجل جلسة جميلة وسعادة وسباحة ونشاط بس صار المساء نقوم نروح. إذا ما رحنا لحالنا بيجي صاحب البستان أهلا وسهلا شيخي بيت السلامة يعني مصرف إيش عم استنى. إذا في لنهاية لذلك بتنغص بدك تطلع من هذا المكان الجميل الكويس اللي عم نسبح فيه ونحن أولاده بنلعب وإلى آخره إلى البيت سكر الباب. فالإنسان يحب أن يخلد ويبقى ويمكث بقدر ما يستطيع في الأماكن الجيدة السعيدة. لذلك لو كانت الجنة في الآخرة مؤقتة مثل الدنيا 100 سنة 200 سنة 300 سنة مع السلامة يكون فيها تنقيص. قال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم وفي آية أخرى خالدين فيها أبدا تحيتهم فيها سلام سلام من كل شيء سلام من الآفات. اسم السلام يعني سلام من كل آفة. في الدنيا يا إخواني نأكل ونشرب ونلتز بس إذا كان ما صرفنا فضلات مشكل. إذا حبس أنفنا بيطلع دم وما بنحسن نتنفس بالليل وما في آفات في الدنيا ما يكمل في الآخرة أبدا سلام. السلام يأتي من قبل الملائكة تحيتهم فيها سلام ويلقون فيها تحية وسلاما حتى إذا جاءوها وفتحت عليهم أبوابها وقال لهم خزنتها خزنة الجنة سلام عليكم طبتم إلى آخر الآية. أيضا رب العز سبحانه وتعالى يدعوهم بسلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون أيها الناس جددوا إيمانكم باعتقادكم أن الطاعة والتبعية والحب الكامل الحقيقي هو لله خالق الكائنات الذي بيده رزقكم وحياتكم وموتكم وسعادتكم وشقاؤكم فكونوا معه تسعدوا وكونوا طوعا إرادته تسعدوا فتكونون عبيدا له متحررين من العبودية لغيره. والشعور بالحرية الحقيقية بحد ذاتها أعظم أنواع السعادة وكل ما يأتي بعد ذلك من السعادة في طاعة الله فهو من تتمة هذه السعادة الأساسية للا إله إلا الله ولا طاعة إلا لله. الحمد لله رب العالمين.
أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.